الأعمش رحمه الله إنسان في محاولة منها لرد الجميل الذي زرعه الشاعر الراحل الشيخ البلعمش، نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن فرع نواذيبو هذه الأمسية التأبينية لفقيد الأمة. جمعية شبيبة بناء الوطن اليوم تحاول أن ترد له ولو القليل مما قدمه لجمعية شبيبة بناء الوطن، القليل مما قدمه للساحة الثقافية، القليل مما قدمه للشباب من حث للفضيلة ومن قدوة ومثال على الرجل الصالح. شخصيات عدة من معارف الشيخ وأصدقائه وأقاربه حضروا الأمسية، وكان من أبرزهم شقيق له وأحد أساتذته الذين درسوه في المرحلة الثانوية. كان الشيخ بالنسبة لي ذلك الشبل الذي أحب اللغة العربية وأحبته وتعلق بكلماتها. الشيخ البلعمش كان يهمه كثيرا ما سيقال عنه في هذا اليوم حين لا يكون بيننا، لذلك اشتغل على ذلك. نجل الفقيد كان حاضرا ليرثي والده أمام الحاضرين بكلمات معبرة وجياشة. رحم الله أبي ناجح ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تخللت الأمسية مداخلات عدة حول مناقب الفقيد ومآثره والتي صورها الشعراء المتدخلون من خلال ما جادت به قرائحهم الشعرية. الشيخ أمشى عن عينينا وغلوبتنا قرش فيها، ساكنها كيف المدينة والقدس بصورة نزيهة، ومنين اللي ضرك المنان امشى بالشيخ أصل القفران والرحمة ودخول الجنان، يا ربي يخلد فيها. كلما مات شاعر في بلادي غاب نجم ونامت الأضواء، إنه الشيخ شعلة قد توارت، إنه النور تشتهيه السماء. شيخنا هل ترى عجبت لترضى، فسلامي إليك عالي المقام. هكذا الموت يصطفيك لخلد، لا بهذا الفناء دار مقام. ولئن كان في الحياة سبيل أو تنام، فموتنا في تنامي، رحمات الإله تترى على قبرك زلفى، فطب نيل المقام، وصلاة على الرسول دواما ما تتالت مشفوعة بسلام. جدير بالذكر أن هذه الأمسية تعد أول نشاط تأبيني للفقيد يقام به على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو. نحاس الشيخ البلعمش في شعره للنائسين الوطنون.